وفي السياق ذاتها أكد السيد محمد البوفلاسة رئيس شعبة الإقامات وتأشيرات العمل في شؤون الجنسية والجوازات والإقامة في اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أكد أن الإقامة الذهبية تدعم البيئة الاستثمارية في مملكة البحرين. تعتبر الإقامة الذهبية خطوة مهمة في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين، وهي تعكس حرص القيادة الرشيدة على تطوير نظام الإقامات ودعم مسارات النمو في مختلف المجالات وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار والأعمال. كما أن الإقامة الذهبية تدعم البيئة الاستثمارية من خلال تعزيز الاقتصاد الوطني تماشيا مع رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 لجذب الكفاءات والمواهب، مما يساهم في تطوير القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والخدمية. كما تسهم الإقامة الذهبية في تعزيز التحول الرقمي في خدمات الإقامة، مما يسهل إجراءات وتعزيز كفاءة النظام.